Parts of speech. يمكن سمعنا بهالعبارة من قبل ويمكن حتى ما سمعنا. ما تقلقوا، اليوم رح تسمعوا فيها وكمان رح نتعرف على ال parts of speech واستعمالاتهم. So keep watching. Hi there، أهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم رح يكون درسنا عن ال parts of speech in English، أو اللي هن أقسام الكلام. طبعا درس كتير مهم، بتمنى انه تحضروه للآخر، بس لأنه هذا الدرس كبير شوي أنا قسمت لكم إياه لجزئين. اليوم رح نكون عم ناخد الجزء الأول منه Part 1، وقريبا جدا إن شاء الله بكرة رح نزل لكم الجزء الثاني منه، فما تنسوا تحضروا الجزء الثاني. وبدي أذكركم إذا أنتم كنتوا جداد على قناتي وأول مرة بتحضروني، ما تنسوا تشتركوا بالقناة حتى يوصلكم كل فيديو جديد أنا بنزله وكمان تدعمونا. وهلأ خلينا نبدأ بالدرس. اوكي، رح نبدأ أول شي بالdefinition. شو يعني parts of speech أو شو يعني أقسام الكلام؟ طبعاً أقسام الكلام هن عبارة عن كل الكلمات اللي نحن منقولها، فكل الكلمات اللي نحن منقولها بتتصنف بالإنجليش أو حتى بأي لغة تانية حسب parts. هاي parts بنسميها parts of speech. So parts of speech are the classification of words categorized by their roles and functions within the structure of the language. حسب شو نحن منصنف هاي الكلمات؟ منصنفها حسب الرول أو الفونكشن، يعني حسب الدور يلي هي بتعمله. كمان هنن كتير مهمين أكيد لحتى يبنولي language، يعني ما في لغة ما فيها فعل، ما في لغة ما فيها صفة، ما فيها اسم، فهدول الparts هنن اللي بيبنولي language. وطبعا بالإنجليش في عنا 9 parts of speech أو 9 أقسام للكلام. Nouns الأسماء، pronouns الضمائر، verbs الأفعال، adjectives صفات، adverbs الظروف، prepositions أحرف الجر، conjunctions اللي هي أحرف العطف أو الاقترانات وبنستعملها أكيد لحتى نربط الجمل ببعضها، articles or determiners أدوات التعريف، وأخيراً interjections. interjections هي المداخلات، هي الأشياء اللي منقولها بس بالحكي بس ما منكتبها. أوكي، هلأ رح نبدأ مع كل نوع لوحده ونحكي عنه بالتفصيل. سو بنبدأ أول شيء أكيد بالnouns، والnouns هي الأسماء. طبعاً النouns لما أنا أقول اسم بكون قصدي يا أما عم أحكي عن شخص، يا عن مكان، عن حيوان، عن شيء، حتى الأفكار والمشاعر بنعطيهم أسماء. So nouns refer to everything we can talk about. They can refer to persons, places, animals, things, ideas, or even events. They have various roles in a sentence. أكيد نحن بنعرف قد ايه الأسماء لها أدوار مختلفة ومهمة بقلب الجمل. وكمان في عنا عدة أنواع للأسماء. في عنا ال proper and common noun, abstract and concrete, countable, non-countable, collective and compound nouns. طبعا درس النونز رح نكون عم نشرحه ان شاء الله لبعدين بفيديو منفصل، لانه كل نوع رح نشرحه لحاله بالتفصيل، بس هلأ بس بدنا نعرف شو قصدنا نحن بنونز. رح ناخد امثلة عن الاسماء يلي ممكن نستعملها. سو عنا اول شي persons، اسماء اشخاص، مثل جوليا، مارك، جانا، منار. أكيد هدول كلهم هن أسماء أشخاص. animals أسماء حيوانات مثل cat، sheep، monkey، dog. places أسماء أماكن، نيويورك، تركي، روسيا، أنتيريا. أسماء things أشياء أو كمان بالعربي منقلهم جماد مثل book, house, table, ball. وأخيرا أسماء ideas أو feelings، حتى الأحاسيس والأفكار ممكن أنه نعطيها اسم، فنحن بنقول مثلا happiness الفرح، superstition الخرافة، devotion الإخلاص، excitement الحماس.
ودائما اكيد لما بنحكي عن nouns بنرجع بنحكي على pronouns. ال pronouns هي الضمائر كفانكشن إلى نفس الفانكشن للنون، يعني أنا الاسم أو الضمير بيشتغلوا نفس الشغل بقلب السنتنس. طيب ما زال هيك، ليه نحن بنستعمل ال pronoun؟ بنستعمل ال pronoun حتى نحن ما نضل نعيد نفس الاسم، يعني أنا حتى ما ضل أقول نفس النون over and over بستعمل بداله ال pronoun to avoid the repetition of nouns. So a pronoun is used to refer to a noun instead of the repeated use of the same noun. وأكيد الـ pronouns لهم عدة أنواع. رح نبدأ نحنا بالـ personal pronouns أو الـ pronouns اللي هي الشخصية اللي بتدلنا على أشخاص. والـ personal pronouns كمان بتنقسم لثلاث أقسام. أول شي عنا subjective personal pronouns، واللي هي وقت يكون عندي الضمير هو الفاعل، يعني الضمير عم يشتغل دور الـ subject بقلب الـ sentence، مثل I. I يعني أنا، you يعني أنت، he هو، she هي، it هو لغير العاقل، كل شي منه إنسان منه human منقول عنه it، they هم، we نحن. رح ناخد أمثلة كيف فينا نستعمل هاي الـ pronouns بقلب الجمل أو بقلب الـ sentences. I have to go right now. I have to go right now. فإذا يلي رح يعمل الفعل يلي رح يروح هو أنا. So أنا عبارة عن subject، عبارة عن فاعل لسبب إن I. She is 29. She is 29. They came from Australia. They came from Australia. كمان مين يلي إجا، مين يلي عمل الفعل؟ هم. So أنا بقول they. They هي subject. ثاني شيء عنا الـ objective personal pronouns. هون لما يكون الضمير بيشتغل شغل المفعول به، يعني الضمير هو عبارة عن مفعول به منه فاعل، عبارة عن object. فالـ I لما تصير object بتتحول لمي، الـ you بتضلها you، he بتصير him، she بتصير her، it بتضلها it، they بتصير them، we بتصير us. Examples: I will visit you the next Friday. فإذا أنا سوف أزورك الجمعة القادمة، مين يلي رح يعمل الفعل؟ مين اللي رح يعمل هاي الأكشن؟ أنا. فأنا subject. طيب مين اللي رح يطبق عليه الفعل؟ مين اللي رح ينزار؟ أنت. فإذا أنت object. So I will visit you. You are the object. My mother gives me a hug every morning. أمي بتعانقني كل صباح. طيب مين اللي عم يعمل الفعل؟ my mother. مين اللي عم يطبق عليه الفعل؟ مين اللي عم يتعانق؟ أنا. فهون ما بقول my mother gives I، غلط، بقول my mother gives me لأنه أنا object فبقول me. كمان please call him now. Please call him now. من فضلك اتصل به الآن. مين اللي رح يتلقى الاتصال؟ هو. فما بقول please call he now، لا call him. وأكيد ثالث نوع من الـ personal pronouns هو الـ possessive personal pronouns، واللي هي أكيد الضمائر اللي بتدلني على الملكية الأشخاص، يعني لما الشخص يكون بيمتلك شيء بنستعمل هذا النوع من الـ pronouns أو من الضمائر. So this noun reveals the possessive aspect of an object or a person. وطبعاً هنن عبارة عن yours. Yours يعني لك، mine لي أنا، his له، hers لها، ours لنا، and theirs لهم. طبعا its ما بنستعملها ك possessive pronoun. Examples: what's mine is yours. فإذا الشي اللي إلي إلك. So what is mine is yours. This house is ours. هذا المنزل لنا. فإذا هذا المنزل منزلنا نحن، فبنقول this house is our house. هيك بتصير في repetition، فبنقول ours. This house is ours. This book is yours, not hers. كمان هذا الكتاب إلك منه إلها. فإذا مين صاحب
هاي الايتم مين صاحب الكتاب؟ انت. So this book is yours, not hers. وطبعا كمان في عنا other types of of pronouns in English. من ضمن هاي الانواع في عنا demonstrative pronouns مثل this, that, these and those. طبعا this بتعني هذا، بنستعمله للشيء للاسم يلي هو مفرد وبنفس الوقت قريب. That للسينجلر بس لبعيد. These بنستعمله للجمع أو للبلورال القريب، و those للبلورال لبعيد. كمان عنا الانتروغاتيف pronouns مثل who, whom, which, where, whoever, wherever and whatever. Relative مثل who, which and that، وهدول بنستعملهم أكيد لما نكون عم نربط جمل ببعضها، لما أنا بدي أرجع لشي سبق وحكيت عنه، فبدل ما أرجع أقول اسم الشخص بقول هو إذا كان شخص، وإذا كان عبارة عن item أو thing بقول that. Indefinite طبعا ال indefinite pronouns مثل many, some, any, everything, none و everyone، نستعمله لما نحكي عن كمية الأشخاص. Reflexive مثل myself يعني نفسي أنا، yourself نفسك، himself نفسه، herself نفسها، ourselves أنفسنا، yourselves أنفسكم، themselves أنفسهم، و itself نفسه لغير العاقل. طبعا هون بتلاحظوا وقت نكون عم نحكي عن شيء singular شيء مفرد عم نقول self، بينما لما تصير بالجمع بالplural بتصير selves. فإذا self بتصير selves، مثلا إذا قارنا yourself بyourselves، yourself يعني أنت، وهون لما كنا عم نحكي عن شخص واحد، بينما yourselves يعني أنتم، هون كنا عم نحكي مع مجموعة من الأشخاص. وهلأ بننتقل للverbs أو اللي هنن الأفعال. طبعا الأفعال شي كتير مهم، لأنه ما في عنا sentence ما بتعتبر sentence إلا إذا كان في بقلبها main verb فعل. فإذا ما في عنا جملة بدون فعل، لهالسبب الverbs هنن كتير شي مهم نعرف نستعملهم. طيب بس شو هنن الأفعال؟ شو يعني verbs؟ So verbs are action words that tell what happens in a sentence and describe what the subject is doing. فإذا الأفعال هن عبارة عن كلمات بتعبر لي عن action، عن حركة عم تصير، بتخبرنا شو هو الشي اللي عم يصير وشو عم يعمل السبجكت الفاعل، شو هو الشي اللي عم يعمله. طبعا الverbs بالإنجليش مثل العربي عندهم عدة أزمنة وعدة أشكال، يعني نحن بالعربي عنا الحاضر، الماضي، المستقبل. كمان بالإنجليش في عنا present tenses، past tenses و future tenses. ولما نقول tenses بيكون قصدنا عن ثلاث أنواع من tenses: simple, continuous and perfect. رح ناخد أمثلة. She tells interesting stories. فإذا هي بتخبر قصص حلوة، هون استعملنا simple present tense tells. tells هون أخدت as لأنه إجا من قبلها she. طبعا لما نحط شيء بنحط مع الverb as the simple present. She is telling an interesting story. هي هلأ عم تخبر قصة حلوة. طيب شو الفرق بين أول sentence وتاني sentence؟ بأول sentence أنا عم أحكي عن شيء عادي، يعني هي من عادتها أنه بتخبر قصص حلوة، فهذا الشيء مستمر. بتاني sentence أنا عم أوصف شيء حاليا عم يصير، يعني هلأ بهالوقت هي عم تخبر interesting story. ثالث sentence: She has told an interesting story before. هي خبرت قصة حلوة من قبل. وهلأ بنجي على ال past tenses. We moved to this city 2 years ago. لقد انتقلنا إلى هذه المدينة منذ عامين. فإذا أنا حكيت عن شي صار بالماضي وخلص بالماضي، ما بقى موجود هلأ، فبحكي عن simple past tense. وبال simple past tense أكيد مع الـ regular verbs بنحط ed. تاني sentence: We were cooking when my mother arrived. كنا عم نطبخ لما وصلت ماما. طيب
لسه عملنا هون were cooking. طبعا were cooking هي عبارة عن continuous past tense لأنه الطبخ هو شيء بياخد وقت، فإذا هاي الأكشن أخذت وقت لصارت فهون بنستعمل ال continuous past tense. After Sarah had finished her work, she moved quickly. فإذا هون أكيد عندي ال past perfect tense، من بعد ما خلصت شغلها هي راحت. هلأ أمثلة عن the future tenses. They will get the scores the next week. فإذا رح يحصلوا على النتائج الأسبوع القادم. بما أنه هو عبارة عن شيء بعد ما صار رح يصير، فبستعمل simple future tense. The simple future tense منحط will قبل الverb. فالverb هو get، منحط قبله will. So they will get. I will be working with you to finish this project. هون عم نستعمل the future continuous. I will be working. أول شيء هو شيء رح يصير بالمستقبل، فأكيد بدنا نستعمل the future. طيب بس ال working أو اللي هو العمل ما رح يصير وقت معين، رح يكون عبارة عن action مستمرة، لسبب بنستعمل the continuous future. فبقول I will be working with you. وتالت شي عنا she will have fallen asleep by the time we got home. فإذا رح تنام فورا أول ما نوصل على البيت، وهون بنستعمله لنعمل مثلا assumption أو افتراض. وطبعا هون بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوا إنه هذا بس الجزء الأول من درس ال parts of speech. في الجزء الثاني رح نزلكم إياه قريبا، فكمان ما تنسوا تحضروه. وأكيد إذا حبيتوا الفيديو عملوا له لايك وشاركوه مع رفقاتكم ومع أي شخص ممكن يستفيد منه، وعملوا تشيك أوت كمان على الفيديوز اللي منزلتها على القناة من ضمنهم الكابيتاليزيشن والريدينج باترنز. وهلأ بدي أودعكم وقلكم باي باي.